السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم فيديو جديد بعد غياب طويل. وطبعا هنستمر في تنزيل الفيديوهات في المباريات الجاية بسبب كان توقف الدوري والامتحانات، فما كنتش بنزل فيديوهات كتيرة. فدلوقتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا رجعوا، فهتلاقوا دايما الفيديوهات بتنزل على طول. بس ياريت تعملوا اشتراك ولايك، لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. و تعالوا نتكلم عن تشكيل نادي الزمالك النهاردة أمام نادي سجرادة الأنجولي. تشكيل نادي الزمالك المتوقع هيكون في حراس المرمى محمد أبو جبل، في خط الدفاع هيكون باك يمين حمزة المسلوسي وباك شمال أحمد فتوح واثنين قلبي دفاع الونش ومحمود علاء، قدامهم إمام عاشور وماجد هاني ناشئ نادي الزمالك مواليد 2003، أوباما صانع ألعاب، بن شرقي وينج ليفت، زيزو وينج رايت، ومهاجم صريح سيف الدين الجزيري. تعالوا نتكلم عن المباراة دي وهتكون ازاي واسلوب المباراة. هنتكلم عن مباراة سجرادة الأنجولي ونادي الزمالك النهاردة، واللي مباراة هتكون صعبة جدا في ظل انها هتلعب في أنجولا وعلى ملعب نادي سجرادة، فدي هتدي دعم اكتر لنادي سجرادة. بس مش معنى كده انه نادي الزمالك يتراجع، احنا اهم حاجة عندنا الثلاث نقط ولاعبينا رجالة وهيقدر انهم يعملوا كده، مش عاوزين اننا نتأخر زي مباراة بيترو اتلتيكو. انت قدرت انك ترجع في المباراة عشان بقى في روح واصرار انك عاوز تتعادل او تفوز على الفريق اللي سجل فيك هدفين. انت لو بقى عندك الاصرار ده من اول المباراة النهاردة هتقدر انك تسجل 5 اهداف مش هدف. نادي سجرادة بيعتمد على صانع الالعاب اللي اسمه صعب مش عارف انتج اصلا، فبيعتمدوا عليه على تسديداته من برة 18. عنده الباك يمين والباك ليفت دول بتلاقيهم طايرين دايما، فبتلاقي 2 قلبي الدفاع دول لو المهاجم بتاعك استلم كرة بتلاقيهم بيبعدوا عنه، زي هدف مصطفى محمد وياسر ابراهيم كده في الدربي 3-1. فيعني المدافعين بتوعهم في خلل في الدفاع كده، فانت تقدر تسجل من ناحية زيزو ومن ناحية بن شرقي. فالجناحات بتوعنا اللي هم الوينج ووينج يعني عشان الناس لها التريق يقدر يسجل ويقدر يخترق اكتر من مرة ويعدي ويصنع لسيف الدين الجزيري. الملخص لكده يعني الدفاع بتاعهم شوربة، بس الحارس بتاعهم قوي. اقوى سلاحين في فريق نادي سجرادة هما الحارس وصانع الالعاب رقم 10. رقم 10 ده بيعتمد على الدريبلينج والتسديد من بره 18. يعني بنشوف كده المهاجم بيسند على المدافع بيدي ظهر للمدافع ويباصي الكرة للي قدامه او لرقم 10 ده اللي هو صانع الالعاب، وبيسدد وكل اهدافهم عن طريق التسديد من بره 18 وبالاخص هو رقم 10 ده. والحارس بتاعهم نص الفريق. اما الدفاع بقى فهو الدفاع شوربة خالص، وتقدر انك تسجل هدف واثنين وثلاثة بس 1-2، ويعني التيكي تاكا زي ما بيقولوا، ويبقى في ضغط كبير على الدفاع. ده هيأثر على دفاعهم قوي لانه دفاعهم مش الدفاع اللي قوي، انت عندك مهاجمين تاكل الزلط يعني. وان شاء الله الفوز لنادي الزمالك. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من هذا المحتوى.